السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأصدقاء من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بإذن الله. اليوم غادي نقدم لكم تارتو زاموند، تورتة بمسحوق اللوز. كتجي بنينة رائعة وكتجي حتى في المنظر جميل، يعني البريزونطاسيون كتجي جد جميلة، ومعها واحد الميني تارت حتى هي بشكل آخر. كنتمنى يعجبكم. كنحتاج لهاد الوصفه المقادير التاليه. بالنسبه للعجين لاباط سابلي، كنحتاج 100 غرام زبده، كنقطعها قطريفات صغار باش كتجينا بات سابلي، كتجينا مرمله. هنا 200 غرام طحين، 50 غرام سنيده، شويه د الملحه، عندي هنا بيضه، 25 غرام مسحوق اللوز. الكريمات اللوز كريم داموند، 200 غرام مسحوق اللوز، 200 غرام زبدة حرارة المطبخ كما كتشوفوا، 3 البيضات، 200 غرام سنيدة، 20 غرام طحين، وشوية ديال نكهة لافاني. بالنسبة للتزيين عندي نقاش ناتور نوتر، شويه ديال اللوز هكا افيلي، وعندي اللوز صحيح. والحاجه غندير الزبده، والسنيده، نقدروا نديروا حتى باليد ماشي مشكل. هنا كنوجد لا كريم داموند. كنزيد البيض مرة واحدة وكنعاود نطرب. هنا كنحاول نجمع الجناب باش ما تبقاش الزبدة لاصقة ليا في الجناب. ما كان غاكلي الجناب. كيف كي ياكي فاك ونكمل. بعد كي كتشوفوا اخر حاجه غنزيد الطحين ونعاود نطرب شويه غير باش يتمزج. هذه المره كنجمع الجناب كنعاود.
دابا لا كريم داموند كريمه اللوز واجده ديالنا انا وجدتها، غادي نجمعها. الا كان الحال سخون كنديرها في الثلاجه، الا كان الحال بارد كنجمعها غير في القنت ونخليها بدمن ونوجد العجين. دابا غادي نوجدو لاباط صابلي نتاعنا، خاصها تكون كيما قلت صابلي. غندير الطحين وغندير اللوز والسنيدة والملحة وهنايا الزبدة، حرارة المطبخ طريفات الصغار باش غنحاول نرملها. غادي ندخل الطحين في الزبدة، كنبقى هكا حتى كترمل. انا بقيت حتى رمتها باطراف الاصابع باش لاباط كتجي مرملة كتجي غزالة حتى في الماكلة. منقول لكمش على المذاق وعلى لا تيكستور نتاعها كتكون زوينة. من بعد غادي نزيد البيضة وغادي نجمع العجين بهاد البيضة، كنبقى هكا حتى كنجمع. من بعد انا جمعتها كي كتشوفوا ما كنبقاش نخدمها بزاف باش ديك الزبدة ما كتذوبش ليا وسط منها وما كتبقاش صابلي. من بعد غنديرها في فيلم بلاستيك وغادي نديرها في الثلاجة لمدة 10 دقائق باش تسهل عليا الخدمة. نحاول نديرها مدورة ونديرها في الثلاجة 10 دقائق قبل ما نبدا نخدم بها. من بعد ها هي لاباط، غنخرجها وغادا نطلق فيها. حالات الا كان المطبخ سخون وكانت الحراره وبدات كتبخا ليكم وكتعذبكم، نعاود نرجعها في هذا في الثلاجه باش نقدر نخدمها، حيت هذيك الزبده اللي فيها ملي كتبدا تخدم بزاف راها كتبدا تطلق، العجينه كتولي مرخيه وكتبدا تلصق وما كيسهلش عليكم الخدمه ديالها. غير تشوفوها بدات كتلصق ولا هذا رجعوها للثلاجه تبرد، يعني راها الوقت اللي عطيتوها غير كافي على حسب الحراره، ما الا كان البرد راه يعني 10 دقائق كافيه. المهم كتبقى هكا تطلقوا فيها، حاولوا تجيبوا لاباط دايره، بما ان لاطارت غتكون دايره كنحاول نجيبها دايره بحال هكا، نقعد نصوب حتى كتجيني دايره باش ما نبقاش في الاخر عاد نبدا نقطع ونبدا نلصق من هنا ونقطع من هنا ونلصق من هنا. يعني هكا كتكون من الاول كتحاولوا ديروها دايره. داكشي علاش قلت لكم كل ما ديروها في الثلاجه كديروا دوك الكريصه دايره دايره وكديروها في الثلاجه في الفيلم، ومن بعد هكا كتبقاو هكا حتى كتكملوا. من بعد كنتقبلوها ما نساوش باش تقب باش كيدخل لها الطياب وداكشي. ها هي جات دايره. انا عندي هذا غناخذ به القياس، يعني هذا المول هذا السيركل. ثم تقدروا ديروا اللي ما عندوش، يعني ماشي بالضروري تقدروا ديروا طبسيل، تقدروا ديروا اي حاجه هكا وتحيدوا الجناب هكا ونحيد الجناب تخلصنا. شتيو الجناب راه ما كاينش بزاف، هذه راه تقدروا نعاودوا نديروا بها شي ميني طاخت، هذه ما غاديش نلوحوها بيان سور، ديروها شي ميني طاخت. شفتوا السمك ديال لاباط يعني ما غليظاش حيت كتنفخ شويه واخا ما فيهاش الخميره هكذا. هذه غندير بها ميني طارت، فوالا خليها هنا ندير بها ميني طارت.
من بعد انا خديت هذا غنساعد به، دير هكا حيت من بعد راه خصني نديرها في الثلاجه، وباش نخشيها في الثلاجه خاصني ندير اي حاجه اللي عندكم، شي طاوه اللي تختفي في الثلاجه، شي طاوه ولا شي حاجه كديروها تحت منها باش كيسهل عليكم الهزام. فوالا ها لاباط كنهزها بحال هكا، ها هي عندي واجده. من بعد ناخذ الموس كندير هنا خي هنا على حساب اللوزه اللي غادي ندير. عندي مثلا اللوزه هنا اوكي، غادي ندير بخي انا شويه زيد عليها كوم سا هكا، وندير هنا بخي قدامه، وندير هنا بخي كما كتشوفوا نفس القياس تقريبا كما كنقولوا عيني ميزاني محتاجاش المسطره. ومن بعد من النص هنا تابعوا معايا، خليكم معايا كتشوفوا لاباط راها ما ترخات ما طلقات، وخا فيها الزبده راه يعني راها بردات حتى نص قوانين ديالها وراه كتزبق. هاكا كل طريف غندير فيه اللوزه فوالا. من بعد دابا غنبدا نزين، غندير هكا غادي نقلب كما كتشوفوا وندير اللوزه تاعي ونسد بحال هكا. شفتوا نعاود الثانيه كنقلب وندير نسد وندير اللوزه نعاود نسد هكا حتى كنسالي لكل شيء. بعد ملي كتساليو كنبداو نقادو لا كريم داموند كريمه اللوز درتها في لابوش، ودابا غادي نبدا نعمر. هنا تقدروا تقادو حتى بمعلقه، يعني ماشي بالضروري يكون هذا الماتيريال. نعمر القناه كريم لي كاتشيت كنديرو بها داك الميني طاخت لي بقات لينا، ولا كنجمعوها وكنديروها في التلاجة راها كتبقى كطول في التلاجة. غير سدوها مزيان شي بواط وخليوها في التلاجة حتى تحتاجوها مرة أخرى وتلقاوها واجدة. المهم كنبقى هكا حتى كنقد السطح يكون مقاد. من بعد هيا كنتاكد بان الجناب مسدودين، كندير
اللوز إفيلي. هذا اللوز هذا مو إفيلي صراحة، مشات لي سميتو بالعربية. الشكل غادي تعرفوا شنو هو، فوالا. دابا غادي ندخلها للثلاجة غادي تبرد القليلة 10 دقائق، ضروري خاصها تكون باردة باش لاباط. علاش؟ باش لاباط ديالنا ما تنزلش، ملي كندخلوها للفور ما كتنزلش. نسيت ما قلت لكم الوقيته اللي انا غنديرها في الثلاجة تبرد، يعني 10 دقائق. غندير الفور ديالي يسخن 180 درجة 10 دقائق، وانا شاط ليا هاد شويه اش غندير به. غندير به الميني طارت، نيت نتاع اللوز، علاش لا. هكا شوف كتخدم لاباط ملي كتكون شويه بارده، راه ما كتعذبش وما كتلصقش. يعني ما كنخليوش الوقت لديك الزبده تذوب. ناخذ العبار هكا، اوكي زيد شويه. من بعد ما ننساوش الجناب، كندخل مزيان في الجناب، والسيركل السيركل ما تنساوش كيكون مدهون، كندهنوه في الجناب، كندهنوه بشويه د الزبده ضروري باش ما يتلصقش لينا عاوتاني. فوالا ها هي ميني طارت، وكنقطع لي زايد اللي زايد هذا، ما عندي ما ندير ليه، نقدر نزوق به الا بغيت، علاش لا، هي فكره نعمر. راه من هنا اللوز راه كيشيط ليكم، كيشيط وجمعوه المره الجايه الا تبغي تعاودوا لا طارت تعجبكم وتعاود تبغيو تعاودوها. ولا هذاك القياس اللي عطيتكم انا، زيدوا السيركل زيدوه كبير، كبروه باش حتى هذه تدخل معاها، يعني ما تحتاجوش باش ديروا ميني. 5 نضرب الجناب فوالا. من بعد اش غندير؟ نحاولوا نزوقوها حتى المنظر حتى هو راه كيلعب دور.
انا ها طريت الاخر اللي بقى انا قديته. حتى هادي غنديرها في الثلاجه باش حتى هي ما تهبطش ليا في الجناب ملي ندخلها للفرن. الثلاجه حتى هي 10 دقائق من بعد ملي كتبرد هذيك 10 دقائق ولا شويه زايده مهم على حسب الحراره كندخلوها للفران 180 درجه من 20 حتى 25 على حسب الفرن. هذا هي لا طارت ديالنا طابت بحدها سخونه غادي نابيوها غنديروا الناباج وحتى هو سخنتو شويه وغنبدا نابي ندوز عليها كلها هاد الريوس بلا ما ندير عليهم الريوس هادو بلا ما كندير عليهم الناباج ندير غير في الجن. لا طارت الصغيره حتى هي ما نساهاش حتى هي جات رائعه في المنظر والمذاق ما نقول لكمش جربوه وردوا عليا رائع 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 المذاق. هو اللوز هو طبعا مذاق جميل. من بعد درت هذا الكورني هذا ودرت فيه سكر غلاس. انا ما درتش سكر غلاس درت انا سكر غلاس اللي كيبقى ناج يعني ما كيمشيش ما كيدوبش هو سكر غلاس ناج خاص بالحلويات. الا ما عندكم سكر غلاس كافي سورتو الا كانت غتكال توت سويت يعني صار يعني مزيان. من بعد كنبدا ندير في الجناب هكا وانا غادا وكنبقى حتى الاخر. كنتمنى تكون الوصفه عجبتكم وما تبخلوش عليا باللايك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد ان شاء الله. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.